لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، كتاب الإيمان. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب من مات على التوحيد دخل الجنة. وبالسند المتصل الإمام مسلم رحمه الله تعالى قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، وهو عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الحافظ المذكور الثقة صاحب التصانيف رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وزهير بن حرب ابن شداد أبو خيثمة النسائي نزيل بغداد ثقة ثبت من العاشرة. قال كلاهما قال عن إسماعيل ابن إبراهيم. إسماعيل بن إبراهيم ابن علية الأسدي مولاه أبو بشر البصري ثقة ثبت حافظ رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال أبو بكر: حدثنا ابن علي ابن علية عن خالد. قال عن خالد، خالد هو ابن مهران أبو المنازل مولى قريش الحذاء ثقة من الخامسة. قال حدثني الوليد ابن مسلم ابن شهاب التميمي العنبري أبو بشر البصري ثقة من الخامسة. قال عن حمران ابن أبان مولى عثمان ابن عفان يكنى أبا يزيد، كان رحمه الله تعالى سبي بعين التمر في خلافة أبي بكر، فابتاعه عثمان رضي الله عنه من المسيب ابن نجبة فأعتقه، وهو ثقة من الثانية رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال عن عثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية مولى، يعني ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس القرشي الأموي أمير المؤمنين أبو عبد الله، أمير المؤمنين أبو عبد الله رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أبوه وأبو عمر وأمه أروى بنت قريز ابن ربيعة ابن حبيب ابن عبد شمس أسلمت، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولد رضي الله تبارك وتعالى عنه عثمان بعد الفيل، أي بعد عام الفيل، بست سنين على الصحيح، وكان ربعة حسن الوجه رقيق البشرة عظيم اللحية بعيد ما بين المنكبين، أسلم قديما. قال ابن إسحاق: كان أبو بكر رحمه الله تعالى ورضي الله تبارك وتعالى عنه مؤلفا لقومه، فجعل يدعو إلى الإسلام من يثق به، فأسلم على يده فيما بلغني الزبير وطلحة وعثمان، وزوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته رقية من عثمان رضي الله عنه، وماتت عنده في أيام بدر، فزوجه بعدها أختها أم كلثوم، فلذلك كان يلقب ذو النورين رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وجاء من أوجه متواترة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة وعده من أهل الجنة وشهد له بالشهادة. وروى أبو خيثمة في فضائل الصحابة من طريق الضحاك عن النزال بن سبرة قال: قلنا لعلي: حدثنا عن عثمان. قال: ذاك امرؤ يدعى في الملأ الأعلى ذا النورين. وجاء من طرق كثيرة شهيرة صحيحة عن عثمان رضي الله عنه لما أنحصروه انتشد الصحابة في أشياء، فمنها تجهيزه جيش العسرة، ومنها كذلك مبايعة النبي صلى الله عليه وسلم عنه تحت الشجرة لما أرسله إلى مكة، كذلك منها شراؤه بئر رومة وغير ذلك. وهو أول من هاجر إلى الحبشة رضي الله عنه، ومعه زوجته رقية، وتخلف عن بدر لتمريضها،
فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وأجره، وتخلف عن بيعة الرضوان لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بعثه إلى مكة، فأشيع أنهم قتلوه، فكان ذلك سبب البيعة، فضرب إحدى يديه على الأخرى وقال هذه عن عثمان. وقال ابن مسعود لما بويع بايعنا خيرنا ولم نألو. وقال علي رضي الله عنه كان عثمان أوصلنا للرحم. وكذا قالت عائشة لما بلغها قتله قتلوه وإنه أوصلهم للرحم وأتقاهم للرب. وكان سبب قتله أن أمراء الأمصار كانوا من أقاربه، كان بالشام كلها معاوية، وبالبصرة سعيد بن العاص، وبمصر عبد الله بن سعد بن أبي صرح، وبخرسان عبد الله بن عامر، وكان من حج منهم يشكو من أميره. وكان عثمان لين العريكة أو لين العريكة كثير الإحسان والحلم، وكان يستبدل ببعض أمرائه فيرضيهم، ثم يعيده بعد إلى أن رحل أهل مصر يشكون من ابن أبي صرح فعزله، وكتب له كتابا بتولية محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. فرضوا بذلك، فلما كانوا في أثناء الطريق رأوا راكبا على راحلة فاستخبروه، فأخبرهم أنه من عند عثمان باستقرار ابن أبي صرح ومعاقبة جماعة من أعيانهم، فأخذوا الكتاب ورجعوا وواجهوا به، فحلف أنه ما كتب ولا أذن، فقالوا سلمنا كاتبك، فخشي عليه منهم القتل، وكان كاتبه مروان بن الحكم وهو ابن عمه، فغضبوا وحصروه في داره، واجتمع جماعة يحمونه منهم، فكان ينهاهم عن القتال إلى أن تسوروا عليه من دار إلى دار، فدخلوا عليه فقتلوه، فعظم ذلك على أهل الخير من الصحابة وغيرهم، وانفتح باب الفتنة فكان ما كان، والله المستعان. روى البخاري في قصة قتل عمر رضي الله عنه أنه عهد إلى ستة وأمرهم أن يختاروا رجلا، فجعلوا الاختيار إلى عبد الرحمن بن عوف، فاختار عبد الرحمن عثمان رضي الله عنه فبايعوا. ويقال كان ذلك يوم السبت غرة المحرم سنة 24. وقال ابن إسحاق قتل على رأس 11 سنة وأحد عشر شهرا واثنين وعشرين يوما من خلافته رحمه الله تعالى، وقتل وهو ابن 82 سنة وأشهر على الصحيح المشهور. لطائف هذا الإسناد أنه من سداسيات المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة. كذلك أن فيه التحديث والعنعنة وهما من صيغ الاتصال على ما وضح صاحب الشرح في التقدمة. ومن لطيف ما نقل عن الإمام الشافعي، وذلك تعليقا على قوله قال أبو بكر حدثنا ابن علي. من لطيف ما نقل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى في ذلك أنه كان يقول حدثنا إسماعيل الذي يقال له ابن علي. انظر أيها اللبيب إلى حسن تلطف الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، حيث برأ نفسه عن وصف شيخه بما يكرهه، لأنه كان يكره أن يقولون ابن علي، لكن لما اضطر إلى ذكره بما يعرفه به الناس أسنده إليهم، فقال الذي يقال له، فقال الذي يقال له، فلله ذر الشافعي رحمه الله ما أذكاه وما أحسن الأدب الذي كان عليه. وهكذا ينبغي للتلميذ أن يبجل شيخه وأن يبتعد عما يكرهه، فإن الله تعالى يجزيه بأن يبارك علمه كما بارك علم الشافعي رحمه الله تعالى. كذلك أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، خالد عن الوليد عن حمران. منها كذلك أن الحذاء لقب لخالد بن مهران، قال أهل العلم لم يكن خالد حذاء قط، ولكنه كان يجلس إليهم فقيل له الحذاء، لذلك هذا هو المشهور، وقيل إنما كان يقول أحذو على هذا النحو فلقب بالحذاء. ومنها كذلك أن الصحابي رضي الله عنه أحد الخلفاء الراشدين الأربعة وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنهم ذو المناقب الجمة. قال عن عثمان رحمه الله تعالى ورضي الله تبارك وتعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله
دخل الجنة. عن حمران، عن حمران مولى عثمان، عن عثمان ابن عفان رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو، الواو هنا للحال، أي والحال أنه يعلم ماذا؟ أنه لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، دخل الجنة. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: حقيقة العلم هو وضوح أمر ما وانكشافه على غايته، بحيث لا يبقى له بعد ذلك غاية في الوضوح. ولا شك في أن من كانت معرفته بالله تعالى ورسوله كذلك كان في أعلى درجات الجنة. وهذه الحالة هي حالة النبيين والصديقين، ولا يلزم في من لم يكن كذلك ألا يدخل الجنة. فإن من اعتقد الحق وصدق به تصديقا جازما لا شك فيه ولا ريب دخل الجنة، وكما دل عليه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: من لقي الله وهو يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله صلى الله عليه وسلم غير شاك فيهما دخل الجنة. وكما قال صلى الله عليه وسلم: من كان آخر قوله لا إله إلا الله دخل الجنة. فحاصل هذين الحديثين أن من لقي الله تعالى وهو موصوف بالحالة الأولى والثانية دخل الجنة، غير أن هناك فرقا بين الدرجتين كما بين الحالتين، كما صرحت به الآيات الواضحات كقوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. أول المسائل في هذا الحديث أنه مما تفرد به المصنف رحمه الله تعالى، كذلك قال الإمام النووي في شرحه: اعلم أن مذهب أهل السنة وما عليه أهل الحق من السلف والخلف أن من مات موحدا دخل الجنة قطعا على كل حال، فإن كان سالما من المعاصي كالصغير والمجنون والذي اتصل جنونه بالبلوغ، وكذلك التائب توبة صحيحة من الشرك أو غيره من المعاصي إذا لم يحدث معصية بعد توبته، والموفق الذي لم يبتل بمعصية أصلا، فكل هذا الصنف يدخلون الجنة ولا يدخلون النار أصلا، لكنهم يردون على الخلاف المعروف في الورود. والصحيح أن المراد هو المرور على الصراط، وهو منصوب على ظهر جهنم أعاذنا الله منها ومن سائر المكروه. وأما من كانت له معصية كبيرة ومات من غير توبة فهو في مشيئة الله تعالى، فإن شاء عفى الله عنه وأدخله الجنة أولا وجعله كالقسم الأول، وإن شاء عذبه القدر الذي يريده سبحانه وتعالى ثم يدخله الجنة، فلا يخلد في النار أحد مات على التوحيد ولو عمل من المعاصي ما عمل، كما أنه لا يدخل الجنة أحد مات على الكفر ولو عمل من أعمال البر ما عمل. وهذا مختصر جامع لمذهب أهل الحق في هذه المسألة، وقد تظاهرت أدلة الكتاب والسنة وإجماع من يعتد به من الأمة على هذه القاعدة، وتواترت بذلك نصوص تحصل العلم القطعي. فإذا تقررت هذه القاعدة حمل عليها جميع ما ورد من أحاديث الباب وغيره، وللكلام بقية تأتي بعد إن شاء الله تعالى. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا صالحا متقبلا ودينا قيما وشفاء من كل داء. ربنا إننا لما أنزلت إلينا من خير فقراء، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.